السلام عليكم، هاي الجلسة السابعة بالمستوى الأول. المفروض نكون وصلنا لهون حسب الأوامر السابقة اللي أخذناها. عنا صار فرش جدران وكورتين وول، عنا الرامب والنوافذ شبابيك إلى آخره، والأسقف كل شيء والأدران. اليوم إن شاء الله رح نحكي بعد الدرس عن الموقع المحيط بهاي الفيلا، وعن الإكساءات والرندرة وتجميع اللقطات في شيت. نتعرف على كل هاي المواضيع. هلا أول أمر رح ناخده هو له علاقة بإذا كانت في ميلانات بالأرض، إذا بنعملها مثلا مثل جبل أو هضبي أو كذا إلى آخره. هذا الأمر هو من قائمة ماسينج أند سايت، لا يعني توبو سيرفيس. هذا الأمر إذا أخذناه بيشتغل على مبدأ النقط، يعني أنا كل ما حطيت نقطة بمنسوب معين بصير هو عنده معلومة إنه هون المنسوب كذا. إذا حطيت مثلا هلا نقطة أولى تاني تالتي، فبالقليل بيتشكل عندي مثلث عبارة عن قطعة أرض على شكل مثلث منسوبة حسب النقط الثلاثة هدول. إذا ضفت نقطة رابعة فبتصير قطعة أرض مربعة، وهكذا. أنا كل نقطة بضيفها المفروض يكون إلى منسوب بعرفه يكون صح. طب نحن رح نروح نوقف السايت وحتى نختار الأمر. إذا ما كنا مختارينه نكبس بليس بوينت، يعني إذا كان هيك أخذ توربو سيرفيس فورا فبلش شغل فورا. إذا كنت لا طالع من الأمر أو مثل ما صار هون انتقلت بين المسائط أو هيك بكبس بليس بوينت. هلا كبسنا بليس بوينت بلش نحط النقط. فنحن محطوط هون إليفيشن، النقطة اللي بدي أحطها. نعرف نحن إنه منسوب الصفر هو عنا على الصفر النظامي، لذلك وقت نحطهم صفر فهو تمام، هذا هو الصفر النظامي، يعني عند منسوب الصفر. بس في شغلة مهمة لازم ننتبه لها، انه اذا بدنا نعمل رصيف على منسوب الصفر مثلا، فالارض لازم تكون تحت رصيف مثلا ب 20 سم او ب 25 سم الى اخره. فممكن هون نحط ناقص 0.25 ونبلش نحط النقط. مثلا نحط هاي النقطة هون، نقطة هون، نقطة هون. مثل ما انا ملاحظين صار في عندي مثلث هلا، هاي نقطة هون، هدول هني النقط الأساسية مثلا المحيطة بالأرض. إذا حبيت أتحكم بالنقط ممكن أحرك النقط بهالشكل، طبعا موضوع يدوي يعني ما في أنا عم باخذ سنابات أو شيء. هلا هيك صار عندي قطعة الأرض الأولى. كيف يعني الأولى؟ يعني هاي القطعة المنبسطة نظامي، هاي ما فيها أي ميولات لحد هلا. لكن هلا بعدين راح يبلش يجي عندي الميول حسب أنا شو بغير بالأبعاد بارتفاعات النقاط. إذا رجعت على السايت أخذت بليس بوينت، جيت هلا بدي أحط نقطة، فغيرت الارتفاع عملته مثلا 10 أمتار، حطيته من هون مثلا هاي النقطة ارتفاع 10 أمتار، هاي النقطة 10 أمتار، وهاي 10، وهاي 10، وهاي 10. جيت حطيت نقطة تانية ارتفاع 0، بس حطيتها هاي وحدي هون، وحدي هون، وحدي هون، هيك بهالشكل. وجيت هون كمان حطيت ارتفاع 0.25 ناقص 0.25، حطيتها هون كمان بهذا الشكل. تراجع عن اخر نقطة راح اخليها هيك. هلا اذا جيت ضيف هون مثلا ناقص 10، كمان لاحظ انه هلا صار عنا هذا الشكل. اذا رحنا شفنا لهذا الشكل بال 3D لاحظ انه صار عندي هيك كأنه جزء مقطوع من جبل أو شيء، بحيث صار في عنا هون هاي الجزء المنبسط، هون في طلوع، هون في طلوع كمان عنده. طبعا احنا حطينا هون زائد 10، إذا حبينا نعدل على هدول ممكن نحددهم ونغير منسوبه ونعمله مثلا 30. شوف كيف عم يصير التغيير لهاي النقطة، كان احنا نجيبها لهون شوي يصير الموضوع أزبط.
هذول كمان ممكن احنا نغيرهم لهاي النقط، خليه منسوب ننزل لتحت اكتر، انا لازم يطلع هون منسوب، كان نحطه ناقص 30 هيصيروا هيك. نحن هلا هيك صار عندنا هذا الشكل، اذا حبينا او اذا كان في مشروع ضروري لهيك الموضوع ممكن نستخدمه بهاي الطريقة. طبعا يعني الفكرة الأساسية انه هذا صار لرسم الكونتور. هلا هيك بكون الشرط صح، بكون انا انتهيت من الارض هاي اللي عندي وصارت جاهزة للشور. شو ممكن نشتغل عليها؟ ممكن نشتغل عليها انه احنا واقفين هون، ممكن بدي اقطع جزء من هاي الارض وخليه خاص بالفيلا وصير اشتغل عليه لحاله، اكسي غير مثلا او اقطع بقلبه او كذا. ففي عنا احنا امر سبليت سيرفيس، اذا كبسنا عليه اول شيء بيطلب مني الارض اللي بدي اقطعها، فانا اشوف لما بقرب على الحرف بصير هو بياخذها للارض. فهلا هيك اخذها، عم يسالني انه شو هو الجزء اللي تقطعه، انا راح اخذ هذا الجزء مثلا بالشكل، خلي المرة شوي راجع هيك، من هون راح خلي هذا أقل شوي لليمين، هذا كمان، بعدين لما أخلص أقول له إشارة صح. هلا ملاحظ إنه صارت عندي هاي الأرض، هاي الأرض لحالها مقسومة يعني غير هاي، إذا حذفتها بتقول ديليت ما بتنحذف كل شيء، بينحذف بس هذا الجزء، إذا غيرت إكسها بضل بس هذا الجزء. يعني صاروا جزئين مفصولات عن بعض. كمان طبعا نفس الطريقة هاي الأرض الداخلية فيني أصير أحذف فيها، كيف؟ من خلال نفس الأمر سبليت سيرفيس، بجي بقرب على هاي الأرض مختارة، بس لازم يكون واقف بالسار، بختار الأرض وبرد كمان بقطع فيها إذا حبيت أقطع شي شكل محدد أو هيك، مشان يصير القطع جاهز عندي. مثل ما أنا شايفين هلا صار عندي أرض تنتين ثلاثة. هلا هاي القطعة مثلا شو فينا نعمل فيه؟ فينا نعدل على هاي القطعة كأجزاء، مثلا فينا نعدل على هاي القطعة كأجزاء. هلا نشوف شو ممكن نعمل بهاي القطعة. هلا في شغلة أساسية، الموقع أول شيء مثلا لازم يكون فيه رصيف مثلا محيط بالأرض كلها، أو رصيف محيط بالكتلة هون، لا مثلا سور يكون محيط بالأرض أو مجرد من هون مثلا الجزء هذا. إذا بدي أعمل مثلا في من هون لهون طريق زفت مثلا أو شيء إذا حبيت إلى آخره. طبعا إحنا من هون كمان فينا نعمل سبليت للأرض بحيث إنه يكون في طريق، أختار الأرض هاي، إجي أعمل مثلا من هون لهون هالشكل، يمكن واقف عند حد معين يعني، قول له إشارة صح طبعا انه هو طالع شوي من هون، ممكن نخليه هيك بحيث هلا هذا كمان صار عبارة عن طريق. وكيف فينا اشتغله انا بأمر الرمب اذا حبيت، بس بصير اصعب لانه التضاريس يعني ما راح تكون نفس الرمب الا اذا انا قصدت انه يكون غير التربي، يعني التربي تعرجاتها ما انا صح وكذا وهيك، فحبيت يكون التعرج سليم فاجي اعمله رمب نظامي كمان بصير، حسب الواحد شو حابب يشتغل. يعني انا هون مثلا ما خليت يوصل لهون، انه على اساس هون رح يجي طريق مزفت نظام يكون ماشي من هون لهون كلياته الى اخره. هاي اذا وهذا فينا نغير اكسا ونتعرف بعدين كيف نعمل هاي الشغلات. فنحن عنا كل هاي القصص نحسن نعملها. هلا بالبداية الارصفة اللي بدي احطها والسور او ارضية السور، اذا بدي اعمل اي شيء ارضيات مختلفة بهاي الارض هون، ممكن مثل ما شفنا يا يعني نقطع هاي بالسبليت سيرفيس، او اذا حبينا نعمل ارتفاعات مع سماكات ممكن نحنا نستخدم ارضيات نظامية. يعني انا بوقف بالمسقط صفر مثلا او بالسايت ما بفرق، بس مشان احسن نشوف محيط المبنى، واجي اعمل ارضية فلور وبلش امشي على بالبيك طبعا هو هذا الخط، هذا الخط كمان هون، تمام كمان بيك ما في داعي لها البيك، خلاص هذا الخط بكفي، بعمل له ترم مع الخط
هيك بحيث يعني امشي على كل الارض، وبعدين انا ممكن اخذ قيمة اوفسيت مثلا متر فاصل خمسة بكبس برا، بكبس يعني هون عشان تصير الرقم فعال، وباخذ الزهرة اللي عملته وضغط علي تاب. لاحظ انه هو عم يمشي هلا على اكثر من تاب. بدي بس انا اعمل تريم اول شيء بين هاد وهاد، بعدين اخذ بيك قرب لهون ايده، اعمل 1.5 وكبس تاب. لاحظ انه هو التاب اللي كبسته مشي على هذا الاطار. طبعا هون نحن ما بدنا اياه يمشي على كل هذا، هو اخذ هذا الضلع، كان لازم نعمل تريم كمان بين هاي وهاي. هلا بنعمل مرة تانية اوفسيت بيك مع اوفسيت، ناخذ هذا الضلع نعمل تريم بين هاد وهاد. هلا هيك يعني نحن بنكون عملنا مثلا جزء من الصيف، نحن المفروض نكفيه كله. بعدين اخذنا هذا مع هذا الشكل، اخذنا هذا من هون نفس الشيء. هيك صار في عندي متر صيف محيط، قلت له اشارة صح ورحت شفته. نحن هلا بنتحكم بارتفاع هذا الرصيف من خلال المناسيب اللي تعلمنا عليها، انه هلا هي جايه على منسوب الارضيه، جايه على منسوب الصفر تماما. انا ممكن لا بدي اياها تنزل تحت الصفر 0.25 او 0.15 الى اخره، طبعا قيمه سالبه هالشكل. لاحظ نحن انه عندنا هون هلا صار طلع فراغات، هاي الفراغات هي عباره عن الارضيه نازله تحت المنسوب. انتبه روح وقف بمقطع او بالواجهة مثل ما انا شايفين المنسوب جاي على 45 او على الصفر عفوا، والارضية نازلة تحته. فهذا الفراغ اللي صاير هون هو اللي سبب الفجوة اللي شفناها بعد ما عملنا رصيف. فهي صار عنا رصيف محيط، نحن ممكن نتحكم بارتفاعه اذا حبينا، يعني من هون أحسن نزود أو نخفف النسبة تبعت الارتفاع المنسوب تبع هذا الأرضية. ما ضروري نعمل منسوب جديد أو ليفل جديد من هون مثل هدول، لا ممكن نتحكم بالأوفسيت مثل ما تعلمنا نحن، هي متعلقة بالليفل صفر، فأنا فيني أتحكم بالأوفسيت خليه ينزل لتحت أو يطلع لفوق على أساس الشيء. ممكن أحط هون رصيف محيط مثلا يكون له ارتفاع معين، أعمل أرضية عبارة عن رمل يكون إلى ارتفاع أقل. يعني اللي بيصير يختلف بعدين هو الإكساءات رح نتعلم عليها بعد شوي، لكن كأجسام مبدئيا كموديلينج يعني أنا فيني أعمل بأمر الأرضية أرضيات منفصلة، بس تكون منفصلة عن بعضها في ضرورة، كل وحدة تكون إكساء شكل، كل وحدة يكون في إلى يعني تعريف شكل. هلا نحن هون مثلا شو فينا نعمل كمان، فينا نعتبر هذا الجزء هو عبارة عن فتحة مسبح موجودة بالموقع، فكيف فينا نعمل جدرانه عادي كمان بأمر الوول. إذا كبست الوول قربت لهون أخذت بيك، ما نعمل إطالة حرف، ما بيلقطوا لأنه ما نو يعني حروف نظامية. فأخذت أمر الوول وبلشت أخذنا أمر وول كبسنا من هون لهون مثلا هيك، نفعل امر تشين لهون. طبعا نحن بنعمل الفتحة على اساس الجدران وليس العكس، يعني بنعمل جدران اول شيء بحيث يكونوا المسدس مثل الشكل تماما يعني نحن اللي نعمله، وبعدين نشتغل الفتحة بالتربة عشان يكون في تطابق. هلا بعد ما عملنا هذا الجسم او هذا الشكل كجدران نروح نشوفه بال 3D، نلاقي هذا هو حدده. انا عم بكبس تاب عم بحسن امسك كل الجدران المتصلة مع بعضها، حددتهم للجدران وقلت له بدي الارضية تكون صفر بس تحت الصفر ناقص 3، والقمة تبعت الجدران ممكن انا اخليها واصلة لهون، وممكن اخليها تجي تماما على الارض.
من خلال اني اقول له انه بلش من عند الطابق صفر اذا بدي اياها هيك، واذا بدي اياها تنزل لتحت بقول له ناقص 0.25، فلا هي بتصير على الحرف تماما. لكن اكيد لا، يعني احنا مثلا بالقليل بدنا اياها ترتفع 10 سم اقل شيء مثلا، عشان يكون في حرف واضح شوي. بس نلاحظ انه من تحت في عنا كفاءة الجدران اللي هي يعني ارضية المسبح او جدران المسبح، وبيضل عنا ارضية المسبح. احنا ارضية المسبح ممكن ناخد هاي هذا الجزء نفسه من التربة اللي هو هاد، ونعمل له كوبي، نعمل بيست، طلع انتجت ليفل مثلا مبدئيا نحطه على الطابق واحد بس مش عم نشوفه، وبعدين نعدل ايديت سيرفيس وناخد هدول النقاط ونقول له ناقص 3 ابلاي، نرجع لهون نقول له اشارة صح. هلا ملاحظ صار في عندي كمان ارضية من تحت، انا اللي مثل ما انا شايفينها هاي، هاي ارضية من تحت. في عندي هذا الوش من فوق نعمله اكساء ومي بعد شوي، ممكن احنا نعدل على المستوى تبعه. هلا مثلا نعمله مثلا عدد النقاط نعمله ناقص 4 سنتيمتر، لا 0.4، شكل الابلاي، نرجع موديفاي، اوكي تمام. هلا هيك صار، هذا نعمله اكساء مياه، هاي نعمله ارضية. طبعا مبدئيا هذا الشغل يعني في اعتبار الشغل للمنظر بس، بس نحنا اذا بدنا نشتغل نظامي هاي بنعملها امر ارضية تماما، يعني ما امر سيرفيس او توبو سيرفيس او شيء، لا بنعملها ارضية. فذاك انا هلا راح اعمل ارضية كمان. اذا وقفنا في السايت اخذنا امر فلور بس على الجدران تاب، فلا نلاحظ بانه محدد هذا الامر البيك وولز، فاخذ الجدران فورا. اذا حبيت تكون ارضية خارجية بعمل هيك، بعدين نقول له اشارة صح، نقول له لا، اذا حبينا ندمجهم فينا ندمجهم بعدين. هلا هاي الارضية خليها تنزل لتحت تصير عم نسوب ناقص 3، بحيث هلا مثل ما شايفين صارت هيك عندي الارضية وهذا الجدران. هيك بالطريقة احنا بنكون عملنا مثلا مثل مسبح كمان لما نشوفها عند الاكساءات بعد شوي. اذا حبينا نحط شجر كمان بالموقع، طبعا مثلا نحن نقسم لاجزاء ارضيات تكون مثلا مبلطة، ارضيات راح تكون عبارة عن عشب وهكذا. فاذا فرضا هون عندي جزء من الارضية عبارة عن عشب، قطعت هاي الارضية في السايت، خدت ماسنج اند سايت سبليت سيرفيس، حددت الارضية، حددت هالجزء انه مثلا هذا الجزء بدي اعمله عشب كلياته، قلت له اشارة صح، اوكي. هلا هون هذا الجزء بدي احط فيه عشب، ففي عنا من الماسنج اون سايت امر سايت كومبوننت، اذا حبينا من هون نلاقي في عنا اشجار نلاقي هدول الاشجار، واذا حبينا نستخدم نفس الاشجار من كومبوننت ليس كومبوننت محل ما جبنا الفرش، كمان بالفرش في عنا أشجار موجودة. إذا نزلنا هاي الأشجار كمان، نفس الأشجار الموجودة هي نفسها تمام موجودة هون، إضافة إذا الواحد عنده مكتبات معينة ممكن يستخدمها. أنا راح أستخدم حاليا هذا النوع، يعني هاي الأشجار الموجودة هون، نحط هيك شجرة شجرة مثلا. بنلاحظ إنه الشجرة لحالها بتاخذ المنسوب اللي الشيء اللي تحتها، يعني ما ضروري انا اغير منسوب الشجره كل شوي وهيك، لحاله بياخذ المنسوب الصح اللي بيكون هو تحت الشجره اصلا. راح تشوف هلا بالمقطع مثال من الواجهه او شيء، اذا وقفنا ب 3D نشوف كيف الشجر عنده، يعني يكون مناسيب مختلفه عم ينزل مناسب للارضيه اللي تحته، بحيث انا ما في داعي اغير شجر. طبعا اذا حبيت اغير انا ممكن اغير من الاوفسيت من هون، بحيث نخلي الشجره تنزل لتحت اكثر او تضع لفوق حسب الرغبه. يعني هيك كمان احنا ممكن نحط شجر، ممكن نشوف كل انواع الشجر الموجود ويختار الواحد، يعني يحفظه مشان يصير يتعلم انه الاحلى وانه اضبط حسب اللقطه حسب المشروع. هيك فينا نحط هون كمان سقف مثل هيك، مظله معينه كذا، الموضوع مفتوح، يعني احسن نشتغل اي شيء بدنا اياه. اذا بدنا نحط هلا مثلا سور محيط بهاي القطعه، ممكن اول شيء نحط رصيف مثل هذا، وبعدين نيجي نحط السور. امر السور يكون مثلا بالوول حسب، يعني حسب شكل السور.
فأنا هنا أستخدم سورين، يعني عبارة عن جزء من جدار، وبعدين أستخدم فوقه ريلينج، يعني بروح واقف في السايت وباخذ أمر الوول، وبعدين بصير بشتغل بهالطريقة. إنه هذا راح يكون عبارة عن جزء من السور، ونروح نشوفه بس 3D. نروح ستارت ونقول له الأرضية توصل لعند الناقص 0.25 عشان نتأكد إنه غطى الأرضية لتحت. لما بيكون ما في عند رصيف، نكبس تاب مشان نمسكه كلياته للجدار، وبعدين نقول له عند الناقص 0.25 مشان نتأكد انه نزل لتحت، لما يعني ما في عند رصيف، لذلك انا خليه ينزل لتحت. وبعدين لفوق ممكن حسب احنا شو حابين، ممكن نقول له ليفل صفر يوصل لعند الطابق، لعند متر فوق الطابق صفر، يعني بهالشكل. وبعدين هلا نجي نحط ريلينج فوق، وكيف ممكن نحط الريلينج؟ وقفنا بالسايت وطعن امر الوول، اخذنا ريلينج، كان نعمله هيك من هون لهون. أكيد إذا بدنا نحط هون بوابات أو شيء ما بنخليه متصل مثل هيك، بنخليه ينفصل. بنقرب هذا لهون حسب البواب، يعني أنا ممكن يكون بدي أحط بوابة هون عشان الدخول، بدي أحط بوابة مثلا لهون توصل، فممكن هون لهون راح يكون في جدار نظامي، بوابة أولى وبوابة تانية مثلا، حسب الواحد، كل واحد شو عم يشتغل. وإذا احنا وقفنا بس 3D بنلاحظ إنه الريلينج صاير بالداخل بقلب الجدار، فنحن ممكن نعمل هيك، ناخذ هدول كلهم، ومثل ما تعلمنا قبل على الفلتر، نكبس على الريلينج، نشيل التنتين هدول، نخلي بس الريلينج ونقول له أوكي. فهو اللي حدد الريلينج، راح نكبس SA عشان ياخذ كل الريلينج الموجود هون، بس هو بالمقابل هلا أخذ معه كل هذا، لهيك رح اعمل تراجع. انا بعرف انه الريلينج الموجود هون هو عبارة عن الريلينج الكامل، لذلك لما قلت له فلتر وشلت ايدي عن هدول، ضل بس هذا الريلينج، فانا متأكد انه هو ماسكه بس اله. عشان اتأكد اكتر فيني اعمل الاخفاء او الاظهار المؤقت اللي اخذناه من قبل، ازلت المين، فبلاحظ انه هلا فعلا هو الريلينج الباقي عندي كلياته، يعني كامل، لانه طالع حدي هو. فهلا فينا نعدل على البيس ليفل، على البيس اوفست تبعيتها، واعملها مثلا متر، قول له ابلاي. هلا اذا رجعت الرؤية عادية، قول له ريسيت، لاحظ كيف صار الريلينج فوق الجدار او فوق القطعة هاي من السور. طبعا احنا ممكن نعدل بارتفاعه، نقول له اذا التايب، بس قبل ما اعدل بارتفاعه عشان ما يتغير باقي العناصر اللي عاملها، اذا ما حابب، اذا يعني في عناصر اخذي نفس الفورميلي موجودة عندي بالمشروع، فأنا أول شي بعمل دوبليكيت، بقول له أوكي، بحفظ اسم طبق طبعا. هلا مشان إذا بدي أجي أغير الارتفاع من هون توب ريل، في عنا 0.9 هو ارتفاع، وأنا ممكن أعمله 1.5، بقول له أوكي. فنلاحظ كيف هو ارتفع، صار بهذا الشكل. إذا حبينا نعدل على العناصر الموجودة من جوا، فينا نفوت على الإيدت تايب وعلى الإيدت لهون، هاي تعديلات أولى يعني لجزء من العناصر واللي هي هاي الأجزاء. وفي عنا نحنا تعديلات الارتفاعات اللي هي هاي كمان، بنلاحظ إنه كل وحدة محطوط ارتفاعها، كل وحدة محطوط قديش ارتفاعها قديش ارتفاعها. مثلا هاي نحنا فينا نعمل ارتفاع 1.2، apply، اوكي. لاحظ كيف صارت هاي مرتفعة لفوق، صار ارتفاع عن أرضية الريلينج 1.2، وهكذا فينا نعدل مثل ما بدنا بهاي الارتفاعات. طبعا يعني هون في عنا البروفايل اللي هو مقطع على هاي العنصر الموجود هون، العنصر المكون للريلينج، يعني هذا المسار أو هذا الخط في له بروفايل، فنحن كمان فينا نعدل على البروفايل تبعه. مثلا نعمله هيك ونقول له أوكي أبلاي، نشوف. عفوا نحن غيرنا التحتانية، غيرنا هاي هي القطعة الأولانية هاي، مثلا كمان فينا نغير لهاي، نعملها هيك ونقول له apply، ما بين كتير، ممكن ناخذها هيك ونقول له اوكي. اوكي بنقرب، بصير نشوف فروقات بيناتهم، بنلاحظ انه عندي هاي الريلينج شكل وهاي الريلينج شكل، هاي الريلينج شكل ما غيرناها اول شيء. فهالطريقة كمان احنا ممكن نعمل سور هون، يمكن الجدار يكون متقطع من هون، عشان قلنا نحط هون بوابة وهون بوابة، إذا عندنا مكتبة بوابات أو شيء كمان
ممكن نحطها تكون بقلب الجدار، البوابة يصير تقعد عادة مثل الباب النظامي يعني. هيك نحن نكون كمان نهينا فكرة الموقع بكافة تفصيلاته. إذا كنت أحط مواقف سريعة مثلا كمان عن طريق أمر الأرضية، أنا ممكن أحط المواقف، أو إذا بدي أشتغل على الماسينج أون سايت الباركينج الموجود هون كمان، إذا في مكتبات أصلا فيها كان مواقف أو باركينج كمان فينا نشتغلها يعني. هي بتيجي بتصير بلوكات، ممكن ينحط لها فيها خيار إذا بدي أحط لها 5 سيارات أو 6 سيارات يعني. هذا الباركينج إذا شفناه نلاحظ انه هو مثل عبارة عن الباركينج الواحد. اذا فتحنا احنا في عنا عدة درجات لما يولوا لهذا الباركينج. فهلا مثلا اذا حطيت بس واحد، نلاحظ كيف طالع عندي. فينا نحن نحط اكتر، نعمل كوبي مثلا او هيك، نحط اكتر من واحد. قلت له edit type، في عندي تعديلات هون على الميول والطول والعرض يعني ابعاده لهذا الباركينج. كمان في بلوكات بنلاقيها موجوده بالمكتبه عن انواع تانية كمان، ممكن تكون لاكثر من سياره، من قدام ومن ورا يعني جهتين للباركينج الى اخره. هاي كان كمان فكره عن الموقع كيف ممكن نعمله، نشكل مثل ما بدنا يعني، عندنا تشكيلات مختلفة ما نفس اللي عم نشغل هون. هاي بالنسبة للموقع. النقطة الثانية رح نحكي عنها بعد الموقع هي نقطة الإكساءات، كيف نحن ممكن نعدل الإكساءات وكيف نحط إكساءات مختلفة في العناصر. أول شغلة لازم نعرفها هي نحن لما كنا عم نغير بسماك الجدار أو لما كنا عم نغير بارتفاع الريلينج مباشرة عملنا دوبليكيت. طيب كمان نفس الشيء بالنسبة للإكساء، إذا بدي أخلي عنصر مثل هذا السقف مثلا يكون إكساء وغير هذا العنصر، فأنا لازم أعمل دوبليكيت ضروري الإيد التايب قبل ما أعمل أي شيء. بدي أعمل دوبليكيت، مجرد بس دوبليكيت مشان يجي غير إكساء فقط يعني، بس مشان غير إكساء أنا مضطر أعمل دوبليكيت كل وحدة تكون فاملي لحال. هاي يكون اسمه هيك جنرال بروف 150، بيجي لهون بلاقي اسمه 152. طبعا يفضل انا لما عملت الدوبليكيت وسالني هو على الاسم سميه باسم واضح يعني، بحيث اني انا لما اقرا الفاميلي من هون اعرف فورا من الاسم انه انا شو قصدي بهذا، انا شو قصدي بهذا. سميه اسم واضح يعني، حتى لو تركت المشروع فتره احسن اذا رجعت لاقي الاسم احسن اتذكر فورا او اعرف شو النقطه المقصود فيها هون. اول شيء راح نتعرف على القائمه الرئيسيه للاكساءات او الماتيريالز اللي هي مقاومه مانج من هون. في عنا أمر اسمه ماتيريال، إذا ضغطنا على يفتح لي النافذة الأساسية للإكساءات. طبعا هاي القائمة هي الموجودة يعني إيمت ما حبيت غير إكساء لأي عنصر بيطلع عندي نفس هاي القائمة تبعت الماتيريال. في عنا هون النافذة الأولى وعنا هون نافذة تانية، إذا ضغطنا على هذا الأمر طلع من هون في نافذة كمان ثالثة إضافية. النوافذ الثلاثة هدول شو مهمتهم؟ النافذة الأولى هون بيطلع عندي الماتيريالز أو الخامات اللي استخدمتها بالمشروع. هون بيطلع عندي الماتيريالز مثل المفضلة خلينا نقول، أو حسب يعني الشيء المحطوط هون. فإذا كانت محطوطة المفضلة أو إذا كانت محطوطة ديسك أو هاي المكتبة، فهني مكتبات مختلفة يعني موجودة هون مكتبتين، ممكن نحنا اختار بيناتهم في بقلبهم خامات. اي خامة لازم استخدمها قبل ما استخدمها وين لازم تصير؟ لازم تصير بهاي القائمة اول شيء، بعدين يتم استخدامها. كيف بتصير بهاي القائمة؟ باني اضغط عليها ضغطين او اضغط على هذا الامر تطلع لفوق، بتصير موجودة عندي فوق. يعني مثلا بدي هاي الخامة وهي ما انا موجودة هون، دورت عليها ما لقيتها هون، فرحت اخذتها. يا بكبس عليها كبستين تصير فوق، او بكبس على هذا الامر كمان بتصير عندي فوق موجوده. هلا ساعتها فيني اكبس اوكي انه خلص انا اكيد استخدمتها للعنصر اللي انا محدده. طبعا هاي النافذه نحن بنلاقيها موجوده بقلب كل عنصر، في عنا امر او قائمه او تبويب اسمه ماتيريالز، بحسن فوت على قلب الماتيريال تبعت العنصر فبطلع لي هاي النافذه فورا بمجرد اني اختار من هون خامه وكبس له اوكي. هيك ساعتها بيكون هذا العنصر اخذ لهاي الخامة ويعني صارت من خصائصه.
هاي القائمة الموجودة هون، هاي الأولى وهاي الثانية. هاي القائمة شو أو النافذة شو وضعها؟ هذا الجزء نحن من هون في عنا أول تبويب هو identity، تعريف، في الاسم، إذا في وصف معين، تصنيف معين، إذا هون كمان كان في خصائص موجودة لهاي الخامة كمان تكون موجودة بالتعريف تبعها. القائمة الثانية هي الجرافيكس، كمان الجرافيكس فيها تصنيفات الشيدينج والسيرفيس باترن والكات باتر. هدول التصنيفات. الشيدينج يعني في عنا هون كان وضع شيدينج شيدد، فكيف يبين العنصر اللي اخذ هاي الخامة بوضع الشيدينج، يعني هذا المفهوم تبع هاي النقطة، انه اذا عندي هذا العنصر اخذ هاي الخامة كيف بدي يبين بالشيدد، يبين وضعه الحقيقة ولا انا بدي احط لون معين او اكساء، او ممكن احط شخوطة معين، يعني ما ضروري يكون اكساء. طيب يعني تهشيرة قصدي. السيرفيس باترن هي للوضع الهيدن لاين العادي، كيف بدي الاسطح تبين اخذي هاي الخامة حصرا، كيف بدي اياها تبين. كمان ممكن احنا نحط تهشيرة او كذا حسب شو حابين. طبعا ترانسبرنسي هون للشفافية، يعني انا فيني اعطيه لون ويكون شفاف بنفس الوقت هذا العنصر. طيب هاي النقطة حكينا انه هي عبارة عن شو بدي اخذ الشكل بوضع الهيدن لاين، فيني اعطيه تهشيرة مثل ما قلنا، وفيني اعطيه لهاي التهشيرة لون. الكت باترن هي كمان في حال اذا تم قص هذا العنصر، يعني جدار قصه، شفته يعني شفته بالمسقط، كيف بدي اشوف مقطعه للجدار، شوفه مهشر تهشيرة معينة ولا عامله مصمت بلون اسود او رمادي الى اخره. كمان الابيرانس هون في عنا طريقة عرض الخامة بالريندر. هون تعرفنا على العرض الثلاث نوعين او ثلاث انواع من العرض. هون في طريقة عرض الخامة بالريندر، يعني شو هو العرض الحقيقي للخامة. هاي القائمة كتير بدها شغل، يعني كتير بدها تجريب حتى يتدرب عليها الواحد، وشغل يعني بالإيد عشان يصير في عنده خبرة. في عنا هون أول شيء بتنحط الصورة اللي محطوطة للخامة هاي، طبعا هون information، قائمة معلومات عن الخامة هاي. القائمة الثانية هون بنحط الصورة اللي مأخوذة لهاي الخامة. حبينا نفوت على الرابط ونغير الصورة، ممكن نحن نضغط هون هو بيفتح لنا المكتبي اللي اخذ منا الصور. ممكن نروح نحن على الديسكتوب مثلا ونكون منزلين صورة نحن بدنا اياها، نجي ناخذها له اوبي مثلا، فبصير الصورة موجودة هون بدل هاي اللي هلا موجودة. اذا ضغطنا على الصورة الموجودة هون فبطلع لنا هاي النافذة. هاي النافذة لها علاقة بالتكرار الصورة على العنصر اللي اخذ هاي الخامة. كيف يعني؟ يعني هلا هون هو حاط له 0.25 0.25، يعني انا اذا جيت على السكيل وغيرت هذا الرقم، يعني اذا القطعة عندي متر بمتر، راح تكون هاي الصورة متكررة عليا اربع مرات بالعرض، اربع مرات بالطول، يعني 16 مرة راح تطلع هاي الخامة او هذا الصورة تكون متكررة 16 مرة على العنصر اذا كان متر بمتر. وهيك نتخيل يعني اذا كان الجدار اطول من هيك او جدار ارتفاعه او ارضية الى اخره. لهيك نحنا فينا نغير الارتفاع من هون، الابعاد عفوا، ابعاد الصورة فينا نعملها مثلا مترين مترين او حسب نحنا الشيء اللي بدنا اياه. من هون طبعا هاي الاداة اذا شلنا التفعيل اللي عليها بصير فينا نعمل مترين باربعة مثلا، وبالتالي اذا انا متأكد من الصورة بحطها، اذا انا متأكد راح يصير في تشوه بالصورة لانه ما حافظ على النسب تبعتها. هون اذا حبينا نعمل دوران للصورة وهي عم تتكرر، يعني تكون فيها روتيت صاير الى اخره، هون ممكن يعني هاي النقط إضافية مشان إذا حبينا شوي نعدل بالصورة أو كذا إلى آخره. بس خلصنا يعني تعديلات أو السكيل أو كذا شي اللي بدنا إياه نقوله دون. هلأ صارت هيك سابتي هاي الأعدادات، صار فيني هلأ أشوف إذا بدي أغير أعدادات تاني. من هون مثلا ستين بيصير في انعكاس أكبر على الصورة، صير في يعني اعدادات، نلاحظ انه هون عم تكون شيء، هون صار في عندي الستين كلر، زاد عندي اعداد، صار في نتحكم كمان بكم باللون اللي عم يكون موجود هون. اوكي، فنلاحظ كيف
اللون عم يتغير من هون. نحن حسبنا نكبر وهاي مشان نشوف العرض كيف بده يطلع. يعني هون بصير في انعكاس لوني موجود على الخامة هاي. هلا هون مثلا كمان نحن هسه نتحكم بقديش كمية الانعكاس العام، يعني بشكل عام موجودة هاي كمان بأغلب الخامات. الانعكاس إذا حسيت انعكاس كبير بلش انزل بتدريج شوي شوي لحتى يصير بالانفينشد ما في أي انعكاس. الفورنيتشر انه ممكن يعني بتفرق خامات عن دراستها بالنسبة اذا كانت ارضية او اذا كانت خامات خاصة بالفرش، كمان بتصير دراسات مختلفة لها. الريليف باترن والتينت كمان خصائص اضافية ممكن احنا نضيفها للصورة مثل ما قلنا حسب نحنا شو حابين تكون الخامة وشو الاحساس اللي تعطيه، وهذا كله بده يعني تجريب وشغل كتير يعني حتى الواحد يصير عنده خبرة أكثر عن هذا الموضوع، يصير يعرف فورا الخام، يصير يعرف فورا الخصائص لازم يستخدمها، حتى يصير يعرف الأرقام اللي لازم يحطها بالخامي هاي قديش هون وقديش هون. يعني هذا بيكون حسب المشروع، حسب الموقع، حسب الإضاءات إلى آخره. في عنا هون هذا السهم له علاقة بالعنصر اللي عم ينعرض، يعني أنا إذا حبيت أشوف شفافية عنصر ممكن أستخدم هذا النوع من العرض اللي هو بيحط لي مثل جدار أو كورتين وول وفي وراه كرسي. يعني لو كانت هلا الخامة مثلا فيها شفافية كنا شفنا كيف في كرسي طالع وراء هذا الجدار. إذا أنا مثلا بدي أستخدم شوف الانعكاس أو الانكسار اللي عم يصير ففينا مثلا نشوف وولز هيك الطريقة. أنا راح أشوف الانعكاس تبع الجدار، عفوا الانعكاس تبع الكرسي على الجدار هون بهاي النقطة، راح يصير يبين عندي انه قديش الانعكاس. يعني اذا عملته مثلا جلوسي بنلاحظ كيف صار انعكاس كثير كبير هذا الكرسي على الجدار، وهون كمان بنلاحظ كيف صار. فهاي كل حسب انا شو حابب اشوف بالضبط بحسن اختار نوعية من العرض، مثلا سائل اذا كنت عم بعمل شيء سائل او هيك كمان احسن نشوف كيف راح يطلع وهكذا. ففي عدة مثل ما عم في عدة عروض هون مختلفة، أحسن نحن نختار العرض اللي بيناسبنا مشان نعرف نحن هيك بدنا إياه ولا في شيء تاني بدنا إياه يكون خصائص نغيرها ونعدل عليها. يعني الواحد كل ما بيعدل خاصية بيكون عم يحط عرض شكل. إذا أنا بدي أتحكم مثل ما قلنا في خامات ممكن الواحد بده الانعكاس والانكسار والشفافية بالخامة نفسها، فبيحط شكل وبيعدل شغله، بيحط شكل تاني بيرد بيعدل خاصيه تاني، بيحط شكل تالت بيعدل خاصيه تالتي وهكذا. فبالنسبه للسكين في عندنا الريندر سيتنج كمان مهمه، الدرافت كواليتي ولا البرودكشن كواليتي، يعني قديش جوده الرندر. اذا انتبهنا من شوي عند الانعكاس وقت اللي شفنا الكرسي ما كان الضبطه كتير واضحه، فنحن ممكن اذا اشتغلنا على البرودكشن بس هذا صار يعني اتقل وبده صار وقت اكثر بس يعني الواحد اذا حاب يشتغل بدقه كتير كبيره ممكن يشتغل. طبعا ما يفضل، احنا نفضل نخليه على الدرافت لانه يضل اسرع واخف على الجهاز. هاي كان كمان لمحه عن الماتيريال وتعرفنا بشكل عام على هاي النافذه. بالنسبه للفيزيكال والثيرمال ما راح يلزمونا مبدئيا، يعني هون هذول اهم ادوات الاساسيه. هلا في حال دورت على خامي بين هون وهون وما لقيت على هاي الخامي وما حابب جيبها وضيفها، انا مثل ما قلنا هون نضيف رابط هيك ونعمل كذا، في عنا خيار هون اسمه create new material. اذا انا عملت create new material طبعا بنروح على الايدنتي ونغير اسمه مباشرة مشان احسن نميزها فورا، يعني انا اذا حبيت استخدمها بعدين او اذا شفتها اتذكر انه هي هيك. بنحط بالابيرنس تبعتها هون مثلا اذا كبست على الايمج، بما انه ما في ايمج بالعاده لما بكبس هون تفتح النافذه، بما انه ما في ايمج فراح يفتح لي نافذ انه اختار ايمج. ممكن انا من ديسكتوب اكون حافظ نافذي بشي محل اختاره واقول له اوبن. كمان نفس الشيء يعني بالنسبه للكويس على الرابط بيفتح نفس النافذه. اذا كان بدي بس لون بدون صوره ففينا من هون اختار اللون. هاي كمان خصائص ثانيه لها علاقه بالشفافيه بالانعكاسات. كمان هون بنلاقي كل الخصائص اللي ممكن تكون موجوده بالماتيريال. طيب رح نحكي عن نقطة انه اذا انا بدي اجيب خامي في عنا مكتبة كبيرة موجودة هون بهذا الامر اذا كبست، بس انا انشأت كريت نيو ماتيريال ضروري نعمل نيو ماتيريال قبل ما نفوت على هاي المكتبة. ليش؟ لحتى
جيب اي خامي من هذيك المكتبه راح تتم استبدالها بهاي الخامي الموجوده هون. الاسم راح يضل نفسه بس راح يتم الاستبدال، الخصائص راح تتغير طبعا، فقط الاسم بيضل نفسه والخامي بيتم استبدالها. لهيك احنا مهم ننتبه للنقطه هاي، انه ما اكون واقف على مثلا هون واجي استبدل استبدال، راح تروح هاي الخامي ويصير دور عليها لحتى احسن نرجعها مره ثانيه. لكن احنا مهم نكون واقفين على نيو ماتيريال عملناها ولحتى يصير الاستبدال الى ما يكون لشيء خامي اساسي موجود عندي. هلا فتحنا هاي النافذه، نلاحظ انه هاي طلعت عندي هون. ممكن اذا حافظين نحن اسم الخامي اللي بدنا اياها، يعني مثلا انا بدي اخذ جراس فطلع عندي هدول النوعين. اذا اخذنا احرف صغيره نلاحظ طلع عندنا الدارك ري والجراس شورت، هاي نوعين من الجراس. اذا حبيت مثلا اخذ فلور، لاحظ الارضيات اللي صارت موجوده عندي. طبعا يعني هون اذا نحن حافظين كلمه بيطلع عندي الخامات تبعتها، او يعني الخامات اللي لها علاقه بهاي الكلمه، ممكن هون او هون او هون، يعني يا بالاسم النظامي او بالتصنيف مثلا او بالنوع الى اخره. لان احنا هون في عنا كمان بالاضافه لهذا الشيء في عنا مكتبات موجوده هون، تقريبا المكتبه الاشمل هي هاي، فيها كتير خامات. يعني ممكن نحن نشوف السيراميك، نلاقيهم هدول. اذا حبينا نغير طريقة العرض من هون من الفيو تايب ممكن نعملها هيك، او مثلا نعملها هيك حسب نحن كيف حابين نشوف الخامات. كمان هون في عنا الكونكريت، في عنا الديفولت، في عنا الفابريك، في عنا الفلورينج، في يعني كمية متنوعة جدا من الماتيريالز الموجودة عندي هون. ممكن نحن نشوفها وحدة وحدة مشان إذا الواحد حب شيء خامة معينة ما يقول ما أنا موجودة أو هيك. الاطلاع على هدول الخامات بيساعد إنه الواحد يكون على معرفة بشو هي الخامات الموجودة هون. في حال إنه ما رأى الواحد ممكن ساعتها يعمل خامة على إيده، لكن مبدئيا هون في خامات كتير متنوعة يعني، وتقريبا تشمل أغلب مراحل الشغل. طيب كيف ممكن انا اجيب خامي من هون لهون؟ عن طريق مثلا انا بدي هاي السجاده، فعن طريق اني اكبس عليها كبستين، فبتصير مباشره مثل ما شايفين تغيرت عندي هون الطابه اللي كانت موجوده صارت نفس هاي، والاسم ضل نفسه ما تغير. فهاي النقطه كثير مهمه انه ما تروح الخامي اللي بكون انا ممكن يكون مستخدمه اصلا يعني، فبلاحظ بعدين بشغل انه راحت. كثير مهم نكون عارفين انه وقفنا وقت اللي كبسنا كبستين حتى اجت لهون. ممكن نكبس كبستين او نكبس السهمين اللي عم يطلعوا هون، كمان نفس الشيء بيتم استبدال الخامي الموجودة عندي هون إذا كبسنا على السهمين هدول. نلاحظ هلا كيف صارت هاي خامي جديدة. ممكن نحن نوقف هون يعني ونفس الوقت نجي لهون نكبس كبستين أو نكبس هذا السهم، فبتصير هاي كمان بيتم استبدالها بالخامي اللي أخذناها من هون لهون. هاي كمان بنلاحظ إنه في عنا كمان كمية كبيرة من المكتبة أو من الخامات موجودة عندي بهاي المكتبة هون. هاي بالنسبة للقائمة العامة الماتيريال كيف ممكن نحن نشتغل فيها ونستخدمها. هلا بدنا نحكي عن كيف نحن ممكن نطبق هذا الحكي على المشروع بشكل عملي. انا اي عنصر مثل ما قلنا بفوت على خصائصه بلاقي فيه شيء اسمه ماتيريالز، سواء ممكن تكون احيانا بالخصائص اللي علاقه بالانستانس، ممكن تكون بالخصائص اللي علاقه بالتايب او الفاميلي، او ممكن يكون ما احسن نشوفه من خصائصه الانستانس او الفاميلي، اجي اضطر فوت على الفاميلي تبعته. كيف نفوت على الفاميلي تبعته؟ بانه نكبس كبستين على هذا العنصر. يعني مثلا انا اذا كبست كبستين على هذا الباب، لاحظ انه فتح لي ملف جديد. مثل ما قلنا من قبل انه الواحد بجوز يوقع فيها كغلط، لكن هلا بدنا نصير نحكي انه هي شغله اساسيه عندنا في بالاكسار، انه في بعض العناصر خصوصا اذا جاء من المكتبات ممكن انا ما لاقي انه في الى خصائص برا الى علاقه بماتيريال، فاضطر فوت لجوا وصير عدل على الماتيريال تبعيتها. طبعا يعني شوي شوي بصير الواحد بيتعود على العناصر هاي وين ممكن يلاقي الماتيريال تبعيتها. هون احنا اذا مسكنا هذا العنصر بنلاقي الماتيريال الموجوده هون لونها رمادي ما مفعله، معناتها مباشره بيقول الواحد انه اكيد هي موجوده بالخصائص، يعني ما انا موجوده من جوا، هي تم تفعيلها بالخصائص. اذا فوت على الايديت تايب هون
لا في عنا نافذة اسمها، في الجلاس ماتيريال والفريم ماتيريال، هدول هني التنتين المسؤولات عن الماتيريال تبعت هذا الباب. فهاي كان لمحة أو فكرة إنه وين ممكن نلاقي الماتيريال. مثلا هاي العنصر، هاي الطاولة اللي هون، إذا شفنا هون ما لقينا الماتيريال تبعتها، فتنا على الإيديت تايب بنلاقي في عندي ماتيريال تيبل والشير ستراكشر والكفرينج. هاي منطقة تانية، إذا رحت على هاي الطاولة مثلا دورت هون ما لقيت في ماتيريال، فت لهون على الإيديت تايب كمان لاحظت إنه في ماتيريال إلها كمان لهاي الطاولة. حابب لاقي عنصر ما يكون في له ماتيريال من برا. مثلا مثال واضح للفاميلي، اني اضطر فوت على ملف الفاميلي، لكن ما بدنا نفوت على الملف بالضبط، راح نفوت على الملف بشكل موديل ان بليس. يعني احنا قلنا الفاميلي ممكن نفوت على ملف هيك كبستين يجي يفتح لي الملف بنافذة لحال، هذا ما موديل ان بليس، هذا لودبل فاميلي. لكن احنا اذا كبسنا كبستين على موديل ان بليس فهو بيفتح لي نفس البيئة كأنه هلا هيك فتح لي فاميلي تاني. نلاحظ انه هاي الماتيريال تبعت هذا العنصر موجودة وين؟ موجودة عندي بهذا الجزء ماتيريال، موجودة هون، فيني هون اغيرها. نفس القائمة شفناها من شوي كانت لونها رمادي، لكن هلا لونها اسود، وانا فيني افعل من هون. نفس النافذة طلعت هلا، بختار الماتيريال اللي بدي اياها، بقول له اوكي، ساعتها هذا الجسم بياخذ هاي الماتيريال. مثلا نشوف الجدار وين بنلاقي الماتيريال تبعته. اذا كبسنا الجدار وشفنا هون معنا موجود طبعا الماتيريال بهاي القائمة، نفوت على الايديت تايب، على الايديت لهون، اي ايديت من ستراكشر ايديت، في عنا هون قائمة الماتيريال هاي. فانا بكبس على المربع الصغير اللي عم يطلع عندي هون، ونشوف الاجزاء اللي حابين الى هذا الجدار. مثلا انا راح اعمل كرييت نيو ماتيريال وفوت لهون على هاي القائمة، فوت على هاي النافذة واخذ وول اول كفرينج، راح اخذ وول بينت، اختار مثلا هذا العنصر لحتى يصير هون، اغلق على هاي ما عندي اياها. فهلا انا هذا اجزاء الخارج اللي بدي اياه للجدار، قلت له اوكي اوكي. فهلا صار اجزاء لهذا الجدار على هذا الشكل. اذا عملنا الريستيك راح نلاحظ كيف انه عندي كذا، يعني كذا جدار نفس فاميلي هذا الجدار، فطلعت عندي كل الجدران اللي اخذت نفس الفاميلي الى نفس الاجزاء. طبعا الارضيات هذول يعني مش اشتغلوا مسبقا كمان إلون إكساء محدد، كيف تم إكساء الأرضية بنفس الطريقة تبعت الجدران. إذا كبسنا على الأرضية وفتنا على الإيديت تايب كمان على الإيديت بنلاقي في عنا ماتيريال هون موجودة، هاي القائمة نفسها اللي حناخدها للأرضيات. الأدراج مثلا إذا كبست على الدرج، كبست كبستين أو قلت له إيديت، فأنا إذا مسكت الدرج هيك قلت له إيديت تايب، بلاحظ إنه في عندي التريد ماتيريال والريزر ماتيريال، اكساء القائمة واكساء النائمة كمان. نحنا نحسن نعدل من هون. السويب المعمولي هون مثلا كمان اذا قلت له ايديت تايب وفتت على الماتيريال تبعت البروفايل كمان لاقي جنريت تبعت السويب، عفوا لاقي جنريت الجرانيت بلاك محطوطة، انا حاطة طبعا يعني ما هي محطوطة بالافتراضي، هي بالافتراضي بيكون كلها ترمادي. هيك نحن نحسن نعدل على الماتيريال كلياتها. طبعا بس الفكرة ان نحن نلاقي الماتيريال ونختار ماتيريال مناسبة للعنصر الموجود عندنا. طبعا اغلب الخامات او الموجودة هون الافتراضية بتكون اذا نزلناها نحن مع الفرش مع كذا، نزلت فرش فكان معه في خامات جاهزة، يفضل نحن نعدل هاي الخامات لخامات تكون افضل. يعني مثل هيك الوان ممكن نحن اذا غمقناها تكون احلى، تعطي احساس واقعي اكثر وهكذا. كثير هاي لها دور كبير بالموضوع، انه الفرش هذا كلياته نحن ممكن نعدل اكساءاته بما يتناسب مع واقعية اكثر. يعني الشبابيك، نوافذ كمان، كلها ملاقي بقلبها عناصر الاكساء. يعني بلاقي القوائم موجود عندنا شيء اسمه ماتيريال مثل ما انا شايفين هون، الويندو فريم والويندو والماتيريال تريم والماتيريال جلاسينج بارس اخذين ويندو فريم، والماتيريال جلاس اخذ جلاس ازاز، والماتيريال فريم اخذ الويندو فريم نفس هاي الخامة. هاي الخامة متكررة على ثلاث عناصر هدول. نحنا ممكن اذا ما كنا عرفانين مثلا شو المقصود بهاي الكلمة او بهاي الكلمة
نجرب نغير بماتيريال ونشوف شو عم يصير تغييرات او تعديلات. فهاي كل العناصر نحن ممكن نلاقي لها هيك اكساءات الى اوامر بالخصائص تبعتها للاكساء نغيرها من هاي الخصائص. هلا بعد ما نكون خلصنا اكساءات مثلا صار بدنا احنا نرندر المشهد الموجود عنا ونطالع لقطات ونصير نجمع اللوحات. امر الرندرة اول شيء نحتاج احنا حتى احسن الرندر لازم نحط كاميرا. امر الكاميرا من 3D من هون نكبس على السهم اللي جنب البيت هذا فبيطلع لنا هون امر الكاميرا. ممكن نكون واقفين بالسايت مشان احسن نحطه او بالتوب كمان ممكن. ونختار المحل تبع الكاميرا المسقط مثلا هون والرؤية اتجاه الرؤية. طبعا اذا بعدناها لهاي هيك فهي عم تفتح مجال اكثر انه يبين شو في ورا المبنى. اذا قربناها هيك ما رح يبين غير نص المبنى بس، يعني الجزء اللي ورانا ما رح يبين كلياته، لكن يفضل نحنا نبعد مدى الرؤية للاخير. هلا اول ما كبسنا الكبسة الثانية اللي هي مدى الرؤية بين عندي نافذة جديدة فانتقل فورا هو للكاميرا اللي هي اسمها 3D View 7. طبعا هاي الكاميرات هي كلها كاميرات قديمة انحطها بالملف لهيك سماها بهذا الاسم. ومنلاحظ انه بال 3D View كان في بس 3D اول شيء، هلا صار يزيد عندي الفيو بحيث صارت اكثر من وحدة 7. طيب هلا هون انا بقائمة الكاميرا شو فيني اتحكم بالرؤية او شو هي الاوامر اللي ممكن اتحكم فيها وانا بالكاميرا. اول شيء اذا كبست شيفت وصرت اتحرك مع السكرول تبعت الفارة، يعني نفس ما اتحرك بالعادي حوالي المبنى، هاي تشتغل بقلب الكاميرا عادي. الزوم هون ما زوم، يعني ما فينا نشتغل بالزوم لانه راح يكبر النافذة مثل ما انا شايفين عم يكبر هاي النافذة ما عم يكبر المبنى نفسه. المبنى نفسه بالنسبة للصورة ما عم يتغير، الصورة هي اللي عم تكبر. لذلك احنا اذا حبينا نعمل زوم فعلا ففي عنا الاداة الموجودة هون هي اللي تتحكم بهذا الموضوع. في عندي فيها امر زوم، في عندي فيها امر بان واوربت والريويند، كمان في اوامر داخلية مثل اللوك والووك والسنتر والاب داون. هاي اوامر كتير يعني نحن ممكن نتزاملها ونشتغل عليها. اذا حبيت اقرب لقدام انا فعلا فبعمل امر زوم. الامر بيتم تطبيقه كيف انه انا اكبس ضل كابس على الامر الموجود هون، بمجرد اني اكبس عليه وابقى كابس يعني ضل حاطط ايدي على الكبسة بلاحظ انه راحت القائمة هديك وصار مفعل امر الزوم. فبس حرك الماوس انا لورا ولقدام مثلا بلشوا كيف هو عم يطبق امر الزوم. طبعا الرؤية المركزية تبعته بتكون عند الماوس محل ما انا كبست الزوم طول. هلا مثلا ما انا كابس فهي النافذة طالعة وعم تلحق الفارة، بس كبست ضليت كابس بتروح النافذة هاي بصير امر الزوم هو الفعال. مثلا اذا كبست عن الاوربت هو الالتفاف حوالي المبنى كمان، اذا انا حبيت التف شو من زوايا معينة مختلفة. البان للتحرك بهذا الشكل مثلا شايفين انه الواحد كانه عم يحرك الرؤيه كلياتها لتحت او لفوق وهيك. الريمند انه اذا مرق لقطه وانا راحت عليها هي هاي اللي كنت بدي اياها فبحسن ارجع هيك لورا اختار اللقطه اللي لقيتها مناسبه وفاتتني بحسن ارجعها. السنتر مشان اغير المركزيه تبعت مثلا الاوربت وهيك وين يكون موجوده مركزيه الرؤيه تبعت الحركه. اللوك فينا احنا انه الكاميرا ثابتة فانا عم غير اتجاه الرؤية تبع الكاميرا لوين بدي اياها تطلع. الاب والداون مشان اذا بدي انزل لتحت نزل الكاميرا لتحت او بدي طالع لفوق طبعا فينا ننزل هيك لتحت ونرفع الرؤية لفوق شوي ونرد نعمل لها مثلا داون كمان بحيث يصير بهذا الشكل اذا حبيت اعملها هيك. مثلا الووك اذا حبيت اقرب يعني كانه في شخص عم يمشي حبيت اقرب لقدام هيك بهذا الشكل او حبيت ارجع لورا اذا حبيت لف على اليمين هيك اطلع على اليمين او اطلع على اليسار كانه في شخص عم يمشي يعني هو عم نشوف المشهد من خلاله. هاي كل ما قربنا لهون بتوقف الحركه اكثر، كل ما بعدنا عنها بتبلش تزيد الحركه بتزيد الحركه شوي شوي، اذا بعدت كثير بصير الحركه اسرع وهكذا. هاي مشان اذا بدي يعني لقطه تكون دقيقه شوي زح شوي صغير على اليمين او شوي صغير على اليسار او لقدام او لورا مناسب هاي هذا الامر لهيك حالي. هلا بس خلصنا نكبس اشاره الاكس من عليها يعني ونصير ممكن تكون جاهزين للرندره اذا حبينا.
هلا بعد ما صارت الوضعية جاهزة للرندرة وصار جاهز مثلا لعملية الرندرة، أمر الرندرة بيجينا نحن من البريق الموجود هون. هذا الرمز إذا كبسنا لاي بيطلع لنا هاي النافذة اللي هي نافذة الرندر. نافذة الرندر مكونة من عدة قوائم أو تبويبات راح نحكي عليها. أول شيء في عندنا مربع الرندر اللي هو إذا كبسته ببلش الرندر مباشرة. راح أكبسه ونشوف. طبعا هو محطوط هلا على يعني على اضعف اعدادات، بيطلع لنا بهذا الشكل. ما في ارضيه عندنا نحن وما في عناصر شجر وهيك ثاني، لكن مبدئيا يعني نحن عندنا بس هاي الفيلا اللي هي هون. القوائم الاضافيه في عندنا الريجون، طبعا لما بكون انا بدي رندر جزء صغير او يعني بس عيني، ما بدي اشوف كل الصوره، بدي اشوف بس عيني، بحسن اتحكم بهذا الريجون مشان ما اضطر رندر كل الصورة مشان اشوف جزء صغير. انا بدي اشوف بس الجزء، شوف الاكساء، شوف انعكاس معين، اي شيء يعني بدي اشوفه بس اله، بعدين بحيث ما بدي رندر رندرة كاملة. نحن بنحسن نعمل هاي الريجون. في عنا حالات بيكون فيها الصورة كتير كبيرة ضخمة يعني، فالرندر عم يطلع كتير تقيل، فانا ممكن استخدم الريجون اقسمها لاجزاء، رندر بس هالجزء وبعدين رندر بس هالجزء وبعدين رندر هالجزء، وكل مرة أكون عم بحفظ الرندر وبعدين أجمعهم مثلا على فوتوشوب أو ممكن نجمعهم بالشيت، يعني حسب نحنا شو حابين نشتغل. إذا خلصنا نشيل الريجون. القائمة الثانية هي الكواليتي، هي لها علاقة بجودة الصورة أو جودة الرندرة، يعني جودة الرندر، جودة الإعدادات. فجودة الإعدادات في عنا درافت وميديوم وهاي بيست، هدول الاساسيات للرندرة او لاعدادات الرندرة. لكن نحن يفضل وقت اللي بدنا نستخدم اعدادات رندرة لحتى نحصل على نتيجة مقبولة جدا وبنفس الوقت سريعة يعني بشكل مقبول كمان، فينا ناخد edit ونختار البيست وكوبي تو كوستوم ونعدل، بس بدال الادفانسد نعمل اسمبل فيد، ممكن نخليها لهاي 20 مشان نحصل على دراسة أكبر، يعني حبينا نزودها ونقصها ما في مشكلة، قلنا له أوكي. هلا هيك صار عم يدرس هو بطريقة بسيطة وبنفس الوقت في شوي دقة بالموضوع. السكرين الأوتبوت سيتينج هون هي لها علاقة بجودة الصورة، ما من ناحية الرندر، جودة الصورة من ناحية الدقة، يعني هاي العلاقة بجودة الصورة من ناحية الرندر، هاي العلاقة بجودة الصورة من ناحية دقة الصورة، يعني قديش فيني أعمل زوم على الصورة قبل ما يبلش يصير في تغبيش، هل الصورة ممكن يتم طباعتها على مثلا على قد ورقة A3 ولا لا، وهكذا. فنحن إذا خليناها سكرين يعني هي العلاقة بالشاشة هون، تكون الصورة إذا بدي أطبعها لازم أطبع على قد الشاشة بالضبط، يعني مثلا أنا عامل هيك، هاي هلا على قد الشاشة، فإذا قلت له سكرين ورندرت بتكون الصورة قد الشاشة تماما. إذا بدي أطبع هاي الصورة بطبع على ورقة A4 مثلا، بتكون دقتها ممتازة. ممكن A3 ببلش يصير في بكسلي إذا بدها تكون على قد A3 كلياتها، لأنه هي صارت كبيرة عم تبلش تصير أكبر من اللي موجودة هلا هون بالشاشة. هاي بالنسبة للسكرين. بالنسبة للقائمة الثانية، إذا بدي أنا أستخدم طباعة أكبر من الشاشة، فطبعا بنروح على قائمة نختار أمر برينتر. أمر برينتر هون أساسي جدا إنه ننظر للبيكسلز المكتوبة هون. البيكسلز هي اللي بتحدد لي إذا الصورة مناسبة للطباعة ولا لسه لازم صغيرة أو كبيرة أكثر من هيك، حسب أنا الحجم اللي بدي أطبعه. إذا قررت الصورة إنها تكون على حجم مثلا A3، يعني بدي أحطها بلوحة كبيرة، طبعا الصورة هاي بدي أحطها بلوحة كبيرة، بس هي راح تاخذ قد ورقة الA3 تقريبا، فتقريبا البكسلات المطلوبة بحدود ال 1500 بكسلز، يعني متوسطة 1500 بكسلز، ممكن 1200 لل 2000 يكون مناسب إذا بدي أحط الصورة بأبعاد مثلا 30 سنت ب 40 سنت تقريبا. إذا كانت هاي هي أبعاد الصورة راح تنزل على الكرتوني أو على المشروع كامل، فتقريبا 1500 بكسلز تكون مناسبة للطباعة. اذا لقيت انه لا انا بدي احطها على قد نص الA0، يعني بتكون كتير كبيرة، فبصير بحسب على هالاساس انه
اذا A3 اذا A3تين قديش يعني اذا تنتين ورقتين A3 مثلا اذا بده يصير الابعاد 50 مثلا 30 صار كانه تنتين ورقتين A3 اذا بدي اعمل 90 ب 60 صار هون في عندي مثلا اربع ورقات A3 فبصير بحسب على هالاساس اربع ورقات A3 اذا كل ورقه مثلا 1500 بيكسلز فانا لازم اوصل عند الرقم ل 6000 بيكسلز مشان يكون الموضوع مناسب تقريبا على قد الكرتوني كلياتها 6000 ل 8000 بيكسلز مثلا ممكن 9000 كمان بس هيك بصير كل مالنا عم يصير في دقة أكبر من المفروض يعني هذا الحكي رح يكون في إله تقل وقت أكثر بالرندة لكن نحن يفضل نختار الدقة المناسبة بالنسبة للإعدادات هلا مبدئيا نحن ممكن نختار نشوف 300 كيف قديش صار 1700 ب 1300 فهو إذا مناسب يعني نحن من هون فينا نتحكم بهاي الإعدادات إذا أخذنا 75 443 332 كثير صغير يعني هاي ما ممكن تزبط أبدا على ورقة الـ A3 هاي قد ورقة A4 تقريبا إنه 800 ب 600 إذا 300 بنلاحظ 1700 ب 1300 مثل ما قلنا إذا متوسط 1500 فهي يعني ممتازة على ورقة A3 وال 600 بنلاحظ صارت 3000 ب 2000 فهاي صارت دقتها كبيرة يعني منيح إذا حبيت أنا بدي الدقة أو الصورة تكون أكبر من هيك وما عاد في عندي أرقام أنا شو بعمل؟ بصير بعدل بهاي بصير بعدل بهاي كبرها من هون كبرها من هون طبعا بنسب متساوي بصير بعمل زوم على الصورة وبلاحظ كيف طبعا التشوه راح يصير لأنه أكتر لاحظ هون انه الرقم عندي زاد صار 5000 ب 3000 ب 4000 تقريبا وهكذا فالتكبير بالنسبة لهاي الابعاد هو له دور بالاحجام اللي عم يصير هون صغرنا ننتبه انه الرقم عم يصغر صغرت من هون ننتبه كيف الرقم عم يصغر وهكذا فهاي كتير مهم نحنا لما بدنا نحرك واذا ننتبه انا خليت الجسم بمركز الصورة كبرتها من هون قد ما كبرتها من هون كبرتها من هون قد المسافة اللي كبرتها من هون كمان لانه هاي الابعاد ما يفضل اني احركها لانه إلها علاقة بالتشوه لازم ننتبه تشوه قديش صار لهيك نحنا قلنا بنحرك بهاي ما بنحرك من هون بهدول النوافذ او الاطار الموجودة هون او الحراف الموجودة هون هاي نقطة الدقة طبعا احنا ممكن نعملها سكرين هلا ما في مشكلة ما بدنا نطبعها حاليا اللايتنج موجودة عندي هون قائمة اللايتنج إلها علاقة بالشمس الإعدادات الرندر موجودة هون نحنا في عنا ست أنواع من الإعدادات في عنا بس شمس في عنا شمس وإضاءة اصطناعية في عنا إضاءة اصطناعية فقط هاي إذا كان خارجة إذا كان داخلة في عنا بس شمس في عنا شمس واصطناعة إضاءة اصطناعية في عنا إضاءة اصطناعية فقط بالنسبة للداخلة يعني أنا بشوف وين الكاميرا شو اللقطة اللي عم باخذها لقطة داخلية ولا لقطة خارجية بصير بغير من هون اذا كانت خارجية بختار اكستيريور وبختار حسب الاضاءة اللي بدي اياها تبين بدي تبين الشمس ولا شمس واضاءة صناعية ولا بس اضاءة صناعية واذا كانت انتيريور داخلية بختار من هدول الثلاثة كمان حسب انا شو بدي اذا بدي بس الشمس او شمس اضاءة صناعية ولا بس اضاءة صناعية طبعا اضاءة صناعية شو يعني؟ يعني بكون انا حاطط عناصر اضاءة صناعية اصلا عم بشتغل عليها فساعتها بصير يطلع عندي اضاءه صناعيه اما اذا ما حط اضاءه صناعيه ما راح يطلع عندي اضاءه صناعيه يعني ما راح يشتغل هذا الخيار اذا حطيته راح يطلع عندي سواد ما راح يبين شيء ابدا الاعداد الصن سيتنج كمان احنا من هون احسن نتحكم باعدادات الشمس اذا حبيت اغير الزوايا تبعتها بالنسبه لهذا الاعداد لللايتنج بس هون من اقصى اليمين او من اقصى اليسار اعلى اقصى اليمين او اعلى اقصى اليسار حسب انا وين بدي الشمس تيجي من هون او من هون هاي اذا بدي اياها هيك بدون دراسة اما انا فينا مثلا اختار ستيل اختار مثلا دراسة صيف او دراسة شتي وحدد تاريخ معين او حدد زمن معين ساعة اثنتين ساعة واحدة ممكن الواحد يصير يجرب فيهم تجربتين ثلاثة لحتى يلاقي صارت الظلال والشمس مناسبة اكتر بصير يختار اللقطة اللي بقية مناسبة اكتر شيء هون بستايل بنلاقي في عنا عدة أنواع للسماء إذا بدنا إياها سكاي إنه غيوم وسط كذا قديش بدي الغيوم كتيرة ولا قليلة في عنا كلر إذا بدي بس لون يطلع عندي بالخلفية إيميج إذا في عندي صورة بدي نزيلها أنا على الخلفية كمان هاي كتير حلوة ممكن يتم استخدامها يعني والترانسبرنت إذا بدي أخذ الصورة فقط بدون أي خلفية
يعني كأني عم بحفظها. اللي بيعرف صيغة البي ان جي بتكون فقط الشكل، بس الحرف اللي هون فاضي بتكون بيكون فاضي، يعني ما فيها اي شيء. مشان اذا الواحد حب ياخذ لها الصورة على الفوتوشوب ويصير عدل عليها هنيك، فبالترانسبرنت هون نحن احسن نحفظها للصورة ونرندرها بدون اي خلفية، بتكون فقط الجسم موجود عندي هون. هلا القوائم الموجودة هون رح نحكي عليها بعد ما نعمل عملية رندرة. رح نعمل هلا عملية رندرة بالاعدادات الجديدة اللي حطيناها، ونشوف كيف الدراسة هون عم تصير. عم ياخذ ليفل، عم يمشي ليفل ليفل، عم يكون ليفل واحد سريع كمان، ما في دراسات كثير موجودة هون. بنلاحظ كيف الأعمدة عم تطلع عندي لأنه هي تماس مباشر مع الجدران، فمثل ما حكينا بأول شيء إنه يا بخلي الجدران تكون واصلة لهون والأعمدة تبين نظامي، أو بخلي الجدران تستمر وبخفي الأعمدة قبل ما أعمل عملية الرندرة مشان ما يطلع عندي هيك تشوهات مثل ما إنا شايفين هلا عم تطلع هون. بنلاحظ صار ليفل رقم 7. الليفلات طبعا كل ما زاد الليفل بيكون صار عم يصير في عندي دقة أكبر، كل ما زاد الليفل بيكون عم يصير في عندي دقة أكبر بالدراسة، ما دقة الصورة. مثل ما قلنا دقة الصورة إلى علاقة بالبكسلز الموجود عندي هون، لكن دقة الدراسة للانعكاسات، الانكسارات، التفاصيل الصغيرة وهكذا. أنا حسب الصورة اللي عندي بقدر إمتى لازم أوقف. مثلا هلا أنا مثلا ماني بحاجة دراسات أكثر حاجة، هذا اللي بدي إياه. اما ممكن باللقطات الداخلية الواحد يكون في انعكاسات كثير، يكون في ظلال بده اياها تصير ما فيها تغبيش اكثر، يخف النويز الى اخره. يعني في بعض اللقطات لا ممكن الواحد يخليها توصل ل 20، ممكن على 10 يكتفي اذا كانت مده الصوره كثير عن ثلث ساعه او نص ساعه. ما لازم تاكل الصوره اكثر من، يعني اذا كانت ساعه فهي لازم تكون اكبر صوره والصوره الرئيسيه، يعني هاي كثير ساعه كمان. طيب هلا صار ليفل 10 انا راح اوقفه، يعني حتى ليفل 10 بالشغل النظامي ليفل 10 بيكون كثير منيح، يعني ليفل 10 بالشغل النظامي تبع التسليم يعني وهيك، لانه كمان في ممكن تصير على الطباعه بعض الاخطاء او تخف الدقه او كذا، جودة الطابعة كمان حسب الطابعة شلون رح طالع الشغل. فلهيك ما في داعي الواحد يضل كتير يخليها للصورة، لأنه الرؤية على الكمبيوتر رح تكون غير الطباعة. طبعا الواحد يفضل يختار ألوان ما تكون فاقعة على الكمبيوتر، كل ما خفت الشدة أو الوهج تبع الألوان على الكمبيوتر بيكون أفضل بالطباعة، بتطلع نظامية يعني وأقرب للواقع. اما اذا كانت الالوان هون كتير احلى مثل هذا اللون مثلا هون بيطلع بالطباعة اقرب لاصفر، لانه الالوان تختلف بين الكمبيوتر وبين الطابعة. الامر كنا ناخده هون بعد ما عملنا عملية الريندر، في عنا الـ Adjust Exposure. قائمة الـ Adjust Exposure بتعطيني شوي تعديلات احسن اعدلها انا على الصورة اللي عندي اياها اللي رندرتها. فمثلا في الاكسبوجر فاليو هون اذا خففنا، اذا جبناها على البرايتر لهون نالو ابلاي، ملاحظ صار في اشعاع كتير كبير للشمس. اذا جبناها كتير لهون ملاحظ صار في عتمة كتير. فهون نحنا بنختار بنصير نشوف الاضاءة الافضل، بنصير نختارها للشكل تبعنا بحيث تكون اضاءة الشمس مناسبة اكتر ما يمكن. بالنسبة للهايلايتس هون كمان في عنا الاضاءة تكون كتير شديدة، السطوع في عنا سطوع يكون كمان اخف ما يمكن داركر، لكن احنا ممكن نخلي في سطوع خفيف بس مشان يعطي احساس اكثر. الظلال كمان قديش اذا غامق كثير بدي اياها او بدي اياها تكون فاتحه كمان على الاخر. هاي بالنسبه لهدول لهم علاقه بالاضاءه والظلال وهيك. الامر الرابع له علاقه بالاشباع اللوني، يعني انا اذا بدي ازودها لهم لاحظ كيف يصير الالوان عندي فاقعه جدا. هاي المقصود فيها لما كنا عم نقول نختار الوان نخفف الاشباع تبع اللون بحيث يكون نتوقع انه راح يطلع اكثر من هيك بالطباعه، راح يكون في درجه اشباع زياده بالطباعه، فنحن ممكن نخففه لهالدرجه بحيث يكون مناسب اكثر. طبعا ما يوصل لدرجه الرماده، يعني هيك عم يصير كل ماله رماده، لا نحن شيء وسطي كمان، ما كثير وما قليل بحيث الواحد يحسها مقبوله.
آخر خيار هو له علاقة بالشمس، إحساس الشمس عم يعطيني برودة ولا عم يعطيني حرارة وشمس قوية. كمان إحنا نختار حسب اللقطة اللي بدنا إياها، شو بدنا نحس أو شو عاملين. إذا الواحد مشتغل مثلا بيت تلج أو كوخ أو هيك، يعني بيكون إحساسه شكل. وإذا الواحد مشتغل شيء على البحر كمان بيكون إحساسه شيء تاني. هاي كمان بالنسبة للتعديلات الموجودة هون، كنا إحنا نعدل على الصورة. يعني إذا ما حبينا نستخدم برنامج الفوتوشوب ممكن نستخدم هاي الخيارات الموجودة عندي هون. وكتير أساسي إنه نحنا نعدل على كل صورة رندرة، يعني مشان نشوف إنه أفضل وضعية أو إنه أفضل إعدادات وناخدها. هلا بعد ما خلصت الصورة أنا شو فيني أعمل؟ فيني آخذ سيف تو بروجكت. سيف تو بروجكت يعني أنا حفظته بقلب المشروع هون بالقوائم. طبعا هذا الاسم اللي هو عطاه، سألني عليه قلت له أوكي. الإكسبورت بتعطيني نسخة خارجية صدرتها مثلا على سطح المكتب بالصورة، وسميتها بالاسم اللي بدي إياه، صيغة جي بي جي أو بي إم بي أو يعني صيغة اللي بدي إياها، وقلت له سيف. فهلا كمان صار في نسخة منها على سطح المكتب بالدقة الموجودة هون مثل ما قلنا. الشو ذا موديل بخليني إنه شوف الموديل بدون رندرة وأرجع أشوف الرندرة. طبعا بس إنه طلعت من هاي النافذة بتروح عملية الرندرة، ما عاد أحسن أرجع أشوفها. مثلا إذا أنا رندرت صورة ثلث ساعة وخلصت، لازم ضروري اكبس سيف تو بروجكت او اكسبورت، لانه بس كبست هون راح الرندره رجع الشكل. واذا بدي ارجع اشوف الرندره لازم اعمل عمليه رندره من اول وجديد، الا اذا كنت حافظ الصوره. فانا بحسن روح لهون اكبس كبستين هيك وارجع شوف الصوره صارت عندي بهالشكل. ونشوف انه اذا عملنا زوم احنا عملنا الرندر على قد الشاشه تماما، فبس انه عملت زوم نلاحظ كيف بلش يصير في بيكسلات او بلش يصير في تغبيش الصورة، لأنه الرندر اللي عملناه الإعداد تبعه كان على قد الشاشة بالضبط. هاي كمان آلية الرندر وإعدادات الكاميرا اللي نحنا أو إعدادات الرندر اللي ممكن نكون عم نستخدمها. هلا الفكرة الأخيرة راح نحكي عليها هي الشيت وتجميع اللقطات اللي عملناها هون بقلب شيت. شو يعني شيت؟ شيت هي عبارة عن اللوحة. إذا أنا حبيت أطبع من الريفت مباشرة تجهيز لوحات، فتجهيز اللوحة بيكون من هاي قائمة الشيتس. طبعا عادة ما بيكون في عندي شيت موجودة، بيكون ما في شيء بيكون مثل هيك. فأنا بكبس عليها باليمين وبقول له نيو شيت، فهو بيسألني إنه قديش قياس الشيت اللي بدك إياها، قديش قياس اللوحة. ففي عنده هو A0 متريك، أو إذا ما كانت موجودة الـ A0 هون فأنا ممكن أقول له لود واختار المتريك. في عنا تحت بيكون شيء، طبعا هون الترتيب بالمقلوب. في عنا تحت هون التاتل بلوك بيكون تاتل بلوكس، في موجودة فيهم اللوحات الموجودة بالبرنامج او بالمكتبة تبعته. فانا بختار هاي او هاي او هاي حسب شو بدي، ممكن اختارهم كلياتهم واقول له اوبن. هون عم يسألني على الإعداد، إنه الـ A0 موجود عندي مسبقاً، فأنا بحب أعدل ولا خلي احتفظ بالقديم، فأنا ممكن أقول له إنه يعدل عادي. ملاحظة هلا صاروا عندي موجودات كلياتهم، فقلنا له إنه أنا بدي إياها مثلاً من شكل الـ A0، ففتح لي هو النافذة الأصلية هاي. صارت هاي هي لوحة الـ A0 الموجودة. طبعاً هون في عنا شغلات نحن ممكن نتحكم فيها، مثل هون في هون نكتب نحن نعبي الاسم هيك. في شغلات ما فينا نتحكم فيها مثل الديسك، هون نحن المفروض نفوت على قلب الفاميلي نكبس كبستين عليها مشان نفوت على قلب الفاميلي. ممكن هلا ساعتها نحذف الخيارات او الاشارات اللي ما بدنا اياها، ممكن نغير تنسيق اللوحه كلياته اذا حبيت غير او عدل بشيء. في عندنا بعض الاوامر اللي ممكن نستخدمها للتنسيق، مثل انه نعمل امر لاين او امر تهشير. ففي عدة أمور يعني ممكن نستخدمها. وبس خلصت تنسيق اللوحة أنا ممكن أقول لود انتو بروجكت وأقول له أوفر رايت. فبلاحظ كيف صارت اللوحة الجديدة عندي بهذا الشكل حسب يعني أنا شو حطيتها هنيك بالفاميلي. هلا كيف ممكن نجيب الإشارات الموجودة هنيك لهون على اللوحة؟ في عندنا نحن مثلا مسقط طابق أرضي، أخذته زتيته وحطيته هون، فبلاحظ كيف طلع عندي بهذا الشكل. طيب شو السكيل موجود هون؟ محطوط 1 على 100، يعني هو هذا المسقط محطوط بمقياس 1 على 100 بالنسبة لهاي اللوحة. يعني اللوحة A0 معروفة وموجودة عند الجميع، فهو إذا انحط على A0 مقياس 1 على 100 رح يطلع هيك قده.
هو دارسها البرنامج انه حطه كنسب صح وعمل سكيل وجهز الموضوع كلياته كامل. فينا نحن نشتغل على السكيل اذا حبينا نحط اللوحات هون، واذا حبينا طبعا نحن ما في عنا حاليا حدا عم يطبع ريفيت او شيء، ف طبعا اذا توفرت مكتبات عم تطبع ريفيت فممكن نشتغل بالطريقه، اذا ما توفرت نحن بنضطر ننقل نعملها نصدرها كصور او نقلها على اوتوكاد، ولكن يفضل نحن نقلها على اوتوكاد لانه بضل ادق. اخذنا اثنين لهون تمام، هذا الطابع الثاني. اذا في عندي مثلا صور، اذا في عندي موقع انا مثلا رندرت صوره فممكن نجيب على هاي الصوره نحطها هون تمام. في عنا مقطع نفس الشيء، اي شيء بدنا اياه نحن نجيبه نصير نحطه بهذا المكان. هذا اذا طلعنا على سكيل 1/100 كمان. اذا غيرنا شغلي هنيك بتتغير مباشرة هون فورا، يعني اذا رحت لهون وغيرت سكيل الطابق الثاني عملته مثلا 1/50 وجيت لهون مثلا حذفت الدرج، طبعا حذفت الدرج مرتبط بالطابقين فراح لاقي الدرج انحذف عند 2، ورحت مرة تانية على الشيت وكبست عليها، لاحظ انه هذا المسقط وين صار لانه كبرت السكيل تبعه، فهو ملاحظ هلا قديش فارق عن هون. الدرج ملاقيه رايح بالمسقطين ما عاد موجود. هاي اذا حبيت اعدل. كمان مقطع نفس الشيء، بنلاحظ انه نحن عم نلاقي الشغلة مثل الصورة، يعني انا هون ما فيني اقرب امسك الطاولة او امسك الباب او اعدل من هون، هون مثل الصور صايرات، واما انا اذا بدي اعدل بعدل من هيك من قلب المسائط. في فكرة انه اذا كبست انا كبستين على اللاير او على الصورة الموجودة عندي هون يصير فيني افوت عليها واعدل كاني واقف في المسقط تماما عادي. وبس خلصت انا بروح على قائمة فيو، بروح على الفيو بورد وبدي اكتف فيو، فبصير هلا ترجع هاي بتصير عادية كأنه صورة تماما، ما عاد فيني اعدل عليها. ضروري اذا فتت وعدلت عليها انه اطلع بدي اكتف فيو اللي عملناها عشان احسن اشتغل بباقي العناصر بشكل عادي. اما الصورة اذا كبست عليها كبستين فانا فيني اصير كبرها من هون بهالشكل، وكمان اذا خلصت بقوله دي اكتف فيو فبصير موجودة عندي مثل ما انا شايفينها هلا. هاي بالنسبة لتجميع الشيت اذا حبيت انا اجمعهم شيت. اذا حبيت صديرهم لهدول العناصر هلا لاوتوكاد مثلا، فينا صديرهم من هون مباشرة كل واحد لحاله، انه انا واقف هون مثلا فينا نقول له فايل اكسبورت كاد فورمات دي دبليو جي. اذا حبيت فوت غير بالواحدة مثلا، هو انا مشتغل هون مثلا بالمتر فبدي اياها تطلع بالمتر باوتوكاد، يعني يطلع الرقم 1/2 على المتر. اذا بدي الرقم يطلع 100/200 اختار سنتيمتر، يعني حسب انا شو حابب، وبقول له اوكي وله نيكست. بحفظ محل ما بدي اياه يحفظها، بحدد محل وبختار الامتداد تبع الاصدار اللي انا عندي مثلا، بقول له اوكي. هلا هو عم يحفظ نسخة عن الملف هذا كاوتوكاد. طبعا احنا اذا حبينا نحفظ كل واحد لحاله نوقف كل مسقط، نوقف هون نوقف مسقط ثاني نوقف المقطع. بالنسبه للصور نحن عملنا لهم اكسبورت لما رندرناهم اصلا فهني موجودات على سطح المكتب. اما اذا انا حبيت ما رندر كل واحد لحاله ممكن اخذ هاي الشيت كلياتها يجي اقول له اكسبورت كمان كاوتوكاد نفس الطريقه تماما، فبتصدر بيصدر الملف وبيتصدر معه ملفات مرافقه اللي هي ملفات اوتوكاد لكل واحد لحاله. راح نعمل تطبيق للتجربة يعني ونشوف، نقول نيكست على سطح المكتب تمام اوكي. هلا اذا رحنا نزلنا على سطح المكتب وشفنا القوائم اللي صارت عندي، بالنسبة لأول ملف حفظته هو كان هاد، هذا أول ملف، هذا الليفل 1 فلور بلان 1 اللي حفظته اول شيء. لكن بثاني مرحله هو صار حفظ كل هاي الملفات. ثاني مرحله ليش حفظ كل هاي الملفات؟ لانه قلت له انا احفظ الشيتينج كامله، فملاحظ هو في عنده ملف شيت اللي هو الملف اللي حفظته كامل، في عنده الملفات الجزئيه الخاصه بكل واحد، يعني مثلا تابع للمسقط الاول
floor plan 1 هو مثلا تابع السكشن هون للفلور floor plan 2 هاي الصورة كمان الصورة عمل لها export لحاله طبعا احنا كنا عاملين الصورة export من قبل فهو بالشيت بيحفظ بيعمل لوحة كاملة بيحطها بملف اوتوكاد بالاضافة الى بيحط الملفات الجزئية اللي بقلبها بيحط كل واحد منهم بملف اوتوكاد كمان لحال كأنه انا عملت لهم واحد واحد تصدير مثل هذا الملف هاي كمان احنا اذا حبينا نصدر الاوتوكاد نطبع عن طريق اوتوكاد الى اخره هذا درسنا اليوم انتهى هيك بنكون احنا ان شاء الله خلصنا فقرة التصميم او مرحلة التصميم بدنا نبلش ناخذ فكرة صغيرة بالفيديو الجاي بعدين رح نبلش نفوت بالتنفيذية يعني المخططات التنفيذية لازم الشغل هذا يتطبق مشان الواحد يتعود علي وتاخد ايده على الشغل بالذات فكرة الماتيريال والرندر اعدادات الرندرة حتى شغل العناصر يعني كمان كيف الواحد حطهم كيف كان يستخدم اختصارات الاوامر هاي كلها نقاط مهمة بيلزم فيها بشكل رئيسي الشغل من ميزات البرنامج انه التعلم فيه سريع يعني ما بيحتاج لخبرة كتيرة بالشغل مجرد الواحد يشتغل يعني شيء بسيط بلاقي ايده اخذت على الشغل وصار يشتغل بشكل قوي جدا ان شاء الله تكون المعلومات بهاي المرحلة وصلت بشكل جيد يعني ونشوف ان شاء الله شغل مميز